صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف فيا ساكني أرض الطفوف نوجه قلوبنا إلى كربلاء هذه الليلة. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فذلي بكم عز وفقري بكم غناء. التفت هذه القصيدة منظورة ترى هذه ما قرأت في مجلس في بعض الأخبار الواردة من العلماء ما قرأت في مجلس إلا وحضر الإمام صاحب الزمان أجل الله فرجه الشريف أو له عناية خاصة على ذلك المجلس. هذه للعالم الرباني خادم أهل البيت الشيخ بن العرندس الحلي رضوان الله عليه يخاطب أهل البيت سلام الله عليهم يقول فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صفو. يا أهل بيت رسول الله. وقلبي شديد في محبتكم صخر. وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر. إمايا يا من أبوه المرتضى علم الهدى. الآن يروح يعرف الإمام الحسين سلام الله عليه وخصائص الإمام الحسين. اسمع. إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر. إمام بكته الإنس والجن والسماء ووحش فلا والطير ووحش فلا والطير والبر والبحر
رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبى بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هنايا ومن عمرو هسه جاي عرف الإمام الحسين اسمع تعريفه له تربة فيها الشفايا وقبة يستجاب بها الداعي إذا مسه الضر ودرية درية منه تسعة يا أمة حق لا ثمان ولا فواله فنفسي للحسين وما غدا يا غدا تطف في حربه الشمر أيقتل ظمانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر أيقتل ضمانا حسين بكربلاء يلا شيل الون شباب قاعد وين ما أنت قاعد سمعنا سمعنا سمع الإمام صاحب الزمان أنت حزين هذه الليلة أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في قدمه وفاطمة الزهراء ماء الفرات لها مهر يا ويلي يا ويلي يا ماي الفرات الشان عذره والله يا ماي الفرات الشان عذره ياك يموت الصبط عطشان كتره يا موت الصبط عطشان يا انكيترا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومغرم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إمام زماننا
وأن يعجل في فرجه المبارك والميمون، وأن يجعلنا من المنتظرين المخلصين لظهوره إن شاء الله. أنا راح أذكر اسم الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، لا بأس للقيام وتتفضلون قدام. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. تفضلوا قدام قدام رجاء، قل تعالوا قعدوا تفضلوا. الله صل على محمد، الله صل على محمد. اللي عنده حاجه من مولانا السيد قاسم سلام الله عليه يقعد قدام، يا اللي قعد قدام هذا فرد امتياز. كل ما يقترب من المنبر كل ما يقترب من المعنوية والنور، لأن كل البركات وكل الخيرات من منبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا شباب التفتوا، هذه مسألة مهمة. منبر الإمام الحسين، أنا هذا مو موضوعي بس بين قوسين راح أذكر هذا الشيء، أنه شايفين البعض يشدون قماشة لونه أخضر في منبر الإمام الحسين صلوات الله عليه، شايفين هذا الشيء ولا لا؟ هذه على عقيدة بأن منبر الإمام الحسين سلام الله عليه من خلاله الأمم تأخذ طريقها الصحيح من أجل هداية البشرية. هذا منبر الإمام الحسين هو شبيه بمهد الإمام الحسين، مهد الإمام الحسين سلام الله عليه اللي جبرائيل أتى بفطرس، فطرس من السماء أتى به إلى الأرض. فطرس كان أجنحته مكسرة، فطرس ملك تأخر عن أمر الله، تأخر عن أمر الله تبارك وتعالى. عند ذلك جبرائيل أتى به إلى الأرض، عندما أتى به إلى الأرض إلى رسول الله، يا رسول الله اشفع له، هذا جناح مكسر، هذا تأخر عن أمر الله، الله تبارك وتعالى سلب منه جناحه وطرده. أي نعم، سجنه. النبي شنو قال؟ بالكم معي، قال خذه إلى مهد الإمام حسين فليتمسح بمهد الحسين سلام الله عليه. وإذا بفطرس مكسر جناحه وفاقد أمله يجي إلى وين؟ إلى مهد الإمام الحسين بخجل واستحياء، يجي إلى مهد الإمام الحسين يمسح جناحه المكسر بمهد الإمام الحسين عليه السلام. في اللحظة وفي الآن جناحه ينمو من جديد ويطير في الجو ويقول من مثلي، والحسين قد أعتقني، الحسين قد أعتقني. نعم، لذلك اللي يتشافون من الموت الحتمي الأطباء مجاوبيهم قالي لهم لازم أنت بعد خلاص وصي وصيتك وتشهد الشهادتين، أنت ميت. عندما يشافيه الإمام الحسين عليه السلام يسمى بعتيق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ذاك مهد الإمام الحسين، وهنا مجلس الإمام الحسين ومنبر الإمام الحسين. فهذا من التوفيق الكبير أن البعض يتقدم إلى قرب من المنبر ويستفيد إن شاء الله من العلوم. صلوا على محمد وآل محمد. علي 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 محمد وآل محمد. الله يخليكم، أنا فكري شدة، كل واحد بجانب خلي قوته، لا بأس بالثانية بأعلى أصواتكم. بارك الله بكم. أحبة وقفوهم إنهم مسؤولون. الآية الكريمة، خلوا بالكم أنه هذه جدا مهمة. الآية الكريمة تتكلم عن المسؤولية، تتكلم عن ماذا؟ عن المسؤولية. المسؤولية هذه على عاتق كل من يحمل الفكر ويحمل العقل. المسؤولية
هذه على عاتق من؟ كل من يحمل العقل والفكر. لو العالم أحبه، لو العالم تمسكوا بالمسؤولياتهم لقلت المشاكل. أكثر مشاكل الدنيا من عدم المسؤولية، ما عنده مسؤولية، ما يحس بالمسؤولية، يهرب من المسؤولية. عندما يهرب من المسؤولية ماذا تحدث؟ الفوضى، تحدث المشاكل. جزاك الله خير. أحبه التفتوا إلى هذه النقطة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم ماذا يقول؟ يقول كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. إذن لابد أن نلتفت، كل واحد مسؤول على نفسه، ولكن المسؤولية شلون تزداد؟ كل ما الإنسان يكون عنده قدرة ونفوذ أكثر. يعني مثلا العالم مسؤوليته أكبر من غير العالم، الغني مسؤوليته أكبر من غير الغني، الرئيس مسؤوليته أكبر وأعظم من غير الرئيس. فالمسؤوليات شنو؟ مو على شكل واحد، المسؤوليات مقسمة أحبة. هذا المعنى لابد أن نلتفت إليه. الله تبارك وتعالى يقول أنا هم مسؤول، أنا هم مسؤول. الله تبارك وتعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني هم أكو مسؤولية. الله تبارك وتعالى خلق الخلق ويدبر خلقه، هذه هم مسؤولية عظيمة وكبيرة جدا. طيب أريد أقول فر الشيء، اسمعوا المسؤولية يا جماعة. الليلة أريد نتكلم ترى في بحوث مهمة، أخاف البعض يفكر أنه خلص هذا البحث عن المسؤولية وما رح نطلع رأس. لا أصبر، هاي مقدمة، والآن رح أبين البحث بالتسلسل وانسيابية وكلكم إن شاء الله تتوجهون. المسؤولية تشمل من؟ تشمل كل من صاحب عقل، صاحب عقل، اللي عنده عقل وعنده شعور هذا عليه شنو؟ عليه مسؤولية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد يوم من الأيام دا يمر من طريقه، شاف مجموعة واقفين ودا يتمضحكون، سألهم ما الخبر؟ قالوا واحد مجنون. النبي قال لهم هذا مو مجنون، هذا مريض. المجنون تدرون منه المجنون؟ المجنون شاب. الله أكبر، شلون النبي شوف بيّن حقيقة الجنون. النبي قال هذا مريض طايح على الأرض منصرع، ده يحرك إيده ويحرك رجله وفي حالة يرثى له. النبي قال هذا مريض. المجنون هو الحقيقي شاب أفنى حياته في غير طاعة الله تبارك وتعالى. إذا واحد أفنى حياته في غير طاعة الله تبارك وتعالى، إنيال للشاب اللي يكون مؤمن مسؤول عن نفسه. بساحة المحشر يجي يوم من الأيام يسألون عن دينه، يسألون عن عقيدته، يسألون عن أحكام الصلاة، يقول ما أعرف. يجي الجواب هل لا تعلمت؟ أنت صلاتك كان خطأ. ليش؟ لأن وضوءك كان خطأ. والله ما شي تدري. هل لا تعلمت؟ أنت وضوءك خطأ، ليش ما سألت؟ لماذا لم تسأل؟ أحب السؤال مهم، السؤال يكشف الحقائق للإنسان. ليش ما تسأل؟ الوضوء. أنا مرة من المرات صادفت شخص كان كبير في العمر، كبير في العمر، هو نقل السالفة أمام مجموعة من المؤمنين، قال أنا قبل أيام عرفت أنه طيلة السنوات اللي أصلي، عمره كان بالستين ربما أكثر، قال هذه السنين كلها دا أصلي كل وضوءي على خطأ، الحين أنا عرفت. الحين شنو تشاره؟ أعيفة أنا؟
يعني أترك هذه السنين لو أقضيهن. طبعا الحكم الشرعي يقول أنت ما كنت في كرة المريخ أو في غابات أمازون ما عندك أبدا خبر، ليش ما سألت؟ اسأل، تعلم، اتثقف. طبعا البعض عنده شوية أنانية، أنا أسأل، أنا عارف. أنا قلت له زين شلون أنت ما دريت؟ قال أنا من يوم اللي الوضوء تعلمت في المدرسة إلى هذا اليوم، وتوني عرفت أن وضوئي على خطأ. زين الوضوء في أحكام، واحد هم يتعلم أحكامه. زين الوضوء، كيفية الوضوء. الوضوء أنه الشخص يغسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل. زين إذا صار الوضوء من الأسفل إلى الأعلى هالشكل غسل وجهه، أي نعم، صب الماء من الأسفل وصعد إيده إلى فوق، أو أنه من فوق صب الماء وصار ينزل هالشكل يده على وجهه، لكن مرة من المرات إيده صار بالعكس، مسح من الأسفل إلى الأعلى، مسح وجهه، صح ولا باطل؟ باطل. بينما البعض ما يعتني يقول إن شاء الله صحيح. بإن شاء الله يعني وضوء يصير صحيح؟ باطل، حكم الله هذا. الوضوء يا جماعة عبادة من العبادات، أخاف البعض ما يتصور. تدرون حتى ماء الوضوء، هذا الماء اللي يتصبب من الوضوء هذا مكروه يروح في الكنيف إلى البالوعة، مكروه، لأنه كل قطرة احنا عندنا في الروايات، حتى عندنا مكروه أنه واحد بعد الوضوء ينشف ماء الوضوء بالمنشفة، مكروه. ليش؟ لأنه في الروايات عندنا كل قطرة من هذه الماء الوضوء تنخلق فد ملائكة تستغفر لك. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه رواية يذكرها الفريقان، أنه لما كان يتوضأ يصفر لون الإمام الحسن ويرتجف كالسعفة، يقولوا له يا ابن رسول الله، مو أنت رسول الله، ليش ترتجف وقت الوضوء؟ شو يقول لهم الإمام الحسن عليه السلام؟ تدري؟ يقول لهم أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني لازم واحد يوقف على القبلة حتى يقول واقف أمام الله. هو الوضوء بنفسه عبادة ومقدمة للواجب، احنا عدنا في الفقه درسناه ودرسناه في الحوزة، مقدمة الواجب واجب، الوضوء واجب. إذا الوضوء خطأ الصلاة صحيحة، الوضوء اللي توضأه شنو؟ الوضوء اللي توضأ خطأ، وصلاة اللي صلاها صحيحة. صحيحة يعني مو من ناحية من ناحية الأداء كامل، أما صلاته مقبولة ولا ما مقبولة. إذا وضوء خطأ فصلاته أيضا تكون باطلة وكأنه ما مصلي، أما إذا وضوء صحيح وصلاته صحيحة إن شاء الله يكون مقبولة. كذلك غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل، هو بده يغسل، إذا انضاف مي إضافي، ازداد مي إضافي من خارج الوضوء على مكان غسل اليد مثلا، هنا وضوء يبطل. يا جماعة إذا واحد، هاي مسألة شرعية التفتوا، إذا واحد هو وده يمشي يمسح رأسه، وضوء صحيح ولا باطل؟ هذا وضوءه باطل، لأن مسح الرأس ومسح القدم يحتاج له إلى استقرار البدن. واحد مو غسل إيده اليمنى وغسل إيده اليسرى، دور المسح الرأس صحيح ولا لا؟ إذا وصل دور مسح الرأس لازم يستقر ويمسح رأسه، مو يمشي ويمسح رأسه. إذا مشى ومسح رأسه وضوء باطل. أهل البيت يردون يثقفون حتى من هذه النواحي، يوم القيامة يقول هل لا سألت؟ ليش ما تعلمت؟ والله ما أدري، أنا ما خطر في بالي. شنو ما خطر في بالك؟ الصلاة واجبة وعمود الدين، إذن الوضوء هم واجب وملزم كل فرد. وهنيئا الشخص اللي عنده حالة سؤال دائما يسأل، خلي يسأل. ايه، اكو قصة جميلة، اجا شاب قال للإمام الصادق، شاب في حيوية، اجا للإمام الصادق عليه السلام اسمه محمد الطيار، قال سيدي مولاي، ظهر مسافر كان اجى للمدينة حتى يصير جيران الإمام الصادق سلام الله عليه بالمدينة، خلي بالك للمطلب حبيبي. ف
فأجر لفرد مكان، المكان كأنه بيت كبير وأجر منه فرد غرفة، وغرفة المقابل مأجرته امرأة يعني مو عجوزة، امرأة كاملة حسب الظاهر شابة، وعدها هذه المرأة اي نعم شباك نافذة تنفتح على ماذا؟ على بيت هذا الشاب. الشاب قال لها يابا انت سدي هذه النافذة وانا رايح واجي، عيني يصير داخل بيتك مشكلة، هذا ما يصير. التفتوا، هذه قالت لا انا براحتي ببيتي، هذا بيتي وانا قاعدة ببيتي، النافذة تكون مفتوحة وانا بيا حال كنت، هذا حالي انا لي حريتي. يا جماعة راح قال للإمام الصادق سلام الله عليه، قال لي سيدي مولاي أنا قعدت أخذت بيت، وفي هذا البيت أكو امرأة قاعدة وفاتحة شباك، أي نعم نافذة دائما تكون مفتوحة. قلت لها يابا يا امرأة الله يخليك، يعني أنا شاب وأنت أيضا امرأة شابة، زين أنت فاتحة هذا النافذة عين تصير حرام. الإمام الصادق قال، قلت لها قال نعم سيدي لكن ما سمعت كلامي، تقول أنا بيتي وحريتي، قال اطلع من ذاك البيت، اطلع من ذاك البيت، إذا اختلى رجل ومرأة في مكان ثالثهما الشيطان، اطلع منه. شلون كلام جميل، هذه مسؤولية، مسؤولية يوم القيامة ما يسألون الأعمى أنت ليش نظرت إلى الحرام، ما يسألون الأعمى، أي نعم لأنه هذا لا ينظر لا يستطيع النظر، ولكن يسألوه لماذا سمعت الغناء، ليش سمعت الغناء، ليش سمعت بذانك الغناء، يوم القيامة يسألون. كذلك يا جماعة يوم القيامة ما يسألون اللي فاقد السمع، اي نعم ليش انت سمعت الغناء، ولكن يحاسبوه بما نظر بأم عينه. هذا كله حساب. اكثر البلاءات تجي من العين، طبعا السمع ايضا هو انسان يقدر يسمع فيه، الحين هم راح اجي اذكر بعض الآثام اللي انسان يقدر، اي نعم يعني انسان اللي يصاب بالابتلاءات والانحرافات من خلال السمع. أما النظر، النظر هذه من الابتلاءات الكبيرة، النظر الله أكبر، النظر سهمة من سهام إبليس، نظرة الأولى لك الثانية عليك. إذا أنت تمشي وعينك صارت على فتاة أنت ما قاصد، لحظة صار دير وجهك، أنت من تدير وجهك تدري شنو من أجر فيه، عندما تدير وجهك ولم تنظر إليها ما تركز، النظرة الأولى ما في إشكال لو أنت ما قاصد، أما النظرة الثانية هذه سهمة إبليس. الآن إبليس قال لهذا الشاب أنه انظر إلى هذه اللقطة لا تفوتك، هذه اللقطة راح تفوتك، انظر املأ عينك من هذه الفتاة، ترى راح يفوتك هاي اللقطة، هذا الأولى لك ما في إشكال، أما الثانية عليك من الشيطان. لذلك يقول إذا شاب لحظة واحدة عينه طاح على الحرام، يقول إذا صعد رأسه إلى السماء وغمض عينه، أو صعد رأسه هالشكل بعدد نجوم السماء الله يكتب له حسنة وثواب، سامعين هذا الشيء؟ إذا نزل رأسه إلى الأرض بعدد حصاة الأرض الله يكتب له أجر وثواب وحسنة. إذا هو بنفس اللحظة غمض عينه ودار وجهه بين السماء والأرض الله يكتب له ثواب عدد نجوم السماء وعدد حصاة الأرض من الثواب والحسنات. يبلي، لأنه الإنسان يحفظ دينه، لأنه هذا إنسان صاحب عقيدة. أي نعم. أما إذا لا سمح الله في أكو هناك ذنوب يقترفها الفرد من ناحية السمع، يسمع
يسمع العياذ بالله مثلا الأغاني. أي نعم، وهذه طامة كبرى. أنا قرأت فريد رواية أنه اللي يسمع الأغاني يصب في أذنه الآنك. الآنك بحثت عنه شنو وطلع هذا أي نعم الرصاص المصحر. شايفين رصاص من يذو؟ هذا هو. احنا كنا صغار نسمع انه اللي يسمع اغاني يحطون على حال سيخ بذانه، ما ادري يصبون رصاص بذانه. لكن انا لما كبرت وطالعت شفت لا، واقع هذا الشيء يصب في اذنه الانك. الله اكبر، يعني هو الرصاص المذوب. اجى فد واحد قال للامام الصادق، قال له سيدي مولاي، أني في بيتي ما عندي غناء وما عندي مغنيات أبدا، بس من أروح البيت الخلاء؟ بيت الخلاء في الزمن السابق كان برا من البيت، يعني صار بالحوش وبعيد. يقول أنا من أروح إلى بيت الخلاء؟ أقعد جيراني عنده مغنيات يغنينه ويطربنه، أني مكان أقعد 3-4 دقائق، أقعد 10 دقائق، يجوز ولا ما يجوز؟ حلال ولا حرام؟ أنا ما قاصد، أنا قاعد في بيت الخلاء يجل السامع، مكان أقعد يعني وقت قليل، لا أزيد في الوقت وأمكث هناك من أجل شوية أسمع. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شنو قال له؟ اسمع شنو قال الإمام. قال له أنت أولا عملت حراما، وخاف من تلك اللحظة إذا إجى عزرائيل وأخذ روحك. هسه واحد يقول أنا كل شيء ما فيه، توني ما أخذ تحاليل، سالم القلب، سالم ما أدري شنو، سالم جسمي ما شاء الله. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له خاف من يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. الله يسألك عن أعضاء جسمك، يسألك عن عينك، يسألك عن إذانك. أي نعم، شنو سمعت؟ بعدين الإمام قال له تروح الآن تغتسل غسل التوبة وتلبس ملابسك النظيفة وتصلي ركعتين توبة إلى الله تبارك وتعالى. كان فرد واحد يضرب على حال الكمان، الكمنجة شو يسمونه، آلات له عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام تألم وغضب ونهره عن هذا الفعل وقال له اسمع ما تقول هذه الآلة الموسيقية. وإذا بالإعجاز والكرامة هذيك صارت تتكلم، هاي الصوت الموسيقى تحول إلى اللغة يفهمه البشر. قال ستندم ستدخل جهنم، ستندم ستدخل جهنم العياذ بالله. إذا نلتفت، الشباب دور مهم ومسؤولية. الفرد لازم يحفظ دينه، يحفظ عقيدته، يتأسى. أي نعم، اليوم شبابنا لازم يتأسون بشباب كربلاء. اي نعم، بشباب كربلاء، لا يتأسون بشباب بعيدين عن الدين، بعيدين عن العقيدة. لا، تأسى بعلي الأكبر سلام الله عليه، تأسى بالقاسم. القاسم عليه السلام شاب لم يبلغ الحلم، والله ترى القاسم عنده حق علينا واحد على كبارنا وعلى صغارنا. القاسم ابن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عند حق علينا يا شباب. القاسم لم يبلغ الحلم، عمره 13 سنة، ولكن كان نزيه، كان شابا يافعا مؤمنا صاحب عقيدة وشجاعة. في ليلة العاشر من المحرم الإمام الحسين بين لهم ووضح لهم مكانهم في الجنة، ولكن القاسم قال سيدي يا عم، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أنا هم أصير شهيد. قال وكيف الموت عندك؟ شلون الموت عندك؟ شنو أجاب الإمام؟ الله أكبر. شنو أجاب القاسم؟
كيف الموت عندك؟ فأجاب القاسم: يا عم الموت معك أحلى من الشهد والعسل. بالله عليك أكو واحد هالشكل يقول الموت؟ الناس تفر من الموت. وقاسم سلام الله عليه اللي عمره 13 سنة يقول أحلى من العسل. شوف دافع العقيدة، أكو شاب هالشكل وأكو شاب طائش ما يدري شكو ماكو بالدنيا. أي نعم، إحنا يوم كنا شباب يعني في مقتبل العمر كنا ندرس في الحوزة، كان يجي واحد يقول ليش تدرسون في الحوزة؟ روح العاب طارد، اركض وراء الكرة، روح الحين وقت اللعب. ولكن تعلمنا من أساتذتنا أنه الحياة فرصة، استفاد من الفرص، استفاد من الفرصة، لا تضيع الفرص. أحب هذا المعنى اللي نشوفه في قاسم سلام الله عليه. الإمام الحسن كان يجلس أبناءه ويجلس القاسم أيضا يعلمه، هذه مسؤولية على الأب يعلم أبناءه مو يتركهم سدى. كان يقول: أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم فتعلموا. القاسم تعلم أي ونضج. لذلك يوم كربلاء لما رأى عمه الحسين ينادي: ألا من ناصر ينصر، ألا من داب يذب عن حرم رسول الله، ألا من معين يعيننا يا. طبعا مو بس القاسم، القاسم وعنده أخ أصغر من عنده اسمه عبد الله أيضا، هذا راح دافع عن الإمام الحسين. الله أكبر، هذا اللي انقطعت يده عند في حجر الإمام الحسين وجاءه سهم من حرملة وقتل في حجر الإمام. شوف الإمام الحسن رب هكذا. الآن دور القاسم. الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: ألا من ناصر ينصرني، ألا من داب يذب عنا، عند ذلك جاء القاسم قال: يا عم اذن لي للجياد، يا عم يا عم. الإمام الحسين عليه السلام نظر إلى ابن أخيه قال: أنت الوديعة، أنت وديعة يا قاسم، آجركم الله يا. لما أصر القاسم قال: إذن اذهب إلى أميك وودع أمي. جاء القاسم إلى الخيمة نادى أمه، خرجت هذه الأم الحنونة، آجركم الله، هذه الأم اللي بعد شوية تفارق ابنها، هذه الأم الشهيد اللي بعد شوية يشوف ابنها مقطع بالسيوف، ربني ربا يقل لها: يا يما يا يما يا تقوم ودعيني. انتم شباب شايفين حنان الأم لما تريد تسافر تطلع، ها شلون الأم تجي عند الباب: يما مودع بالله، يما إن شاء الله ترجع بالسلامة. وهاي تدري ابنها راح يرجع لها، لكن فما حال الرملة أم القاسم؟ ما حال هذه الأم اللي تدري ابنها راح وبعد ما يرجع سالم؟ يقول لها: يا يما تقوم وودعيني، ودعيني زودي مني قبل ما تفارقيني. هنا زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها جاءت، وأم القاسم أيضا. أم القاسم قالت: سيدتي يا عقيلة بني عبد المطلب، يا زينب الكبرى، تعال نزف القاسم، تعال. فإجوا الحريم وأحاطوا بالقاسم. الله أكبر. قومي يا زينب عمتك، نادي بني
أدنى يا نفسي نشوف نزفت ما بينا الشوبا يا لازم يحضرون أولادي يزفون. أكو حسرة في قلب الأم والأب، إن شاء الله ما تبقى هذه حسرة في قلب الأم. كل أم نعم انه تشوف زفت ابنها، انه تشوف فرحة ابنها، ان الام تشوف سعادة ابنها. يا الله يا ترى هذه ام القاسم شافت زفت ابنها، اريد الكل يشاركها. ينادي يا زينب عمته، قومي يا زينب عمته، ساعدني على النياحة حق الشباب، على الشباب ها خلوا هنا بارك الله بكم. قومي يا زينب عمته، نادي بني عدنا يا نفسي نشوف نزفته ما بينها سمعني بصوت عالي. أولادي يزفوا هذه الأم المبجوعة بولدها. إذا عندك حاجة، إذا عندك أولاد، أطلب هسه سعادتهم من الله. واللي يسمعنا أي نعم، يا أمهات ادعوا حق أولادكم. إذا عندك والدة اللهم يحفظها إن شاء الله، هالليلة خابرها قول يما ادعي لي ليلة القاسم، هالليلة ادعي لي بالتوفيق يا يما. كأني بهذه الأم المبجوعة تحاكي ولدها، تقول العريس شين هو نومته ما تناسب ما ودع القاسم أخذ سيفه بيده توجه نحو الميدان. شاب لم يبلغ الحلم، مصمت سيف الشجاع، مستميت من أجل الإمام الحسين، وهو يمشي ويرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. أبويا الإمام الحسن، إن تنكروني فأنا نجل الحسن. صبط النبي المصطفى والمؤتم، هذا حسين الكرزي، هذا حسين كالأسير المرتهن.
بين أناس لا سقوا صوب المزون. أي نعم دخل إلى المعركة قاتل قتال الأبطال. أي نعم وجندل الأبطال أوقعهم في أرض المعركة. شاب يافح تعجبوا من قدرته ومن قوته، لا يبالي بجموع الكبرة بجموع الأعداء. راكب على فرس وإذا انقطع شسع نعليه. لما انقطع شسع نعليه أراد أن يصلحه. شوف الشجاعة الهاشمية، يريد يقول لهم أخاف أنتم يعني تصورون أنا انشغلت بكم وخفت منكم؟ أبدا ما خفت أني. وإذا بالقاسم يريد أن يصلح شسع نعليه. واحد من اللؤماء اسمه عمرو بن سعد الأزدي قال والله لأذكلن به عمه. قال ويحك، هذا ابن رسول الله، انظر إلى وجهه كقمر طالع. قال لا والله لأذكلن عمه، لأذكلن به عمه. فتقدم هذا اللعين والقاسم لا يكترث بجموع الأعداء يصلح شسع نعله. ما ولى هذا اللعين حتى جاء بالسيف وضرب القاسم على رأسه. القاسم سقط من على الفرس على الأرض، نادى يا عم عليك من السلام. أي رحم الله من نادى وقاسما، أيوا سيدا، أيوا مظلوما. جاء الإمام الحسين عليه السلام لما رأى القاسم بهذه الحالة، رآه يفحص برجله مضمخ بدمائه. قال يا قاسم بعدا لقوم قتلوك، هذا يوم كثر واترون وقل ناصرون. أخذه الإمام الحسين أتى به إلى الخيام وضعه عند الشهداء. والله جاء عليك. اي نعم حلفتك، اريد الكل في المجلس ينطق هذه الابيات المعروفة، مو غايبة عليكم انت وحزينة. ها اجابة ومددة ما بين اخوك. اه والله قعد عيدهم يا ولي والامات، بس ما سمع آه. اجت امه تصيح الله اكبر، اجت الام المفجوعه رمله. الامام الحسين حطها بالخيمه وبكى طلع، حتى النساء يجون ياخذون راحتهم بالبكي. ما ادري شباب شايفين ام الشهيد شلون تجي تقعد على ولدها وتبكي؟ شايفين ام الشهداء؟ الله يحفظكم ان شاء الله جميعا. هذه الأم قبل شوي ودعته وزفته مع عمته زينب، وهذه الشموع اللي تشوفوه نعم من أجل قاسم، لكن الحين دخلت إلى الخيمة راح تشوف ابنها. شلون شافت القاسم؟ رأته مفلوق هامه، رأته مضمخ بدمائه بدون حراك منقطع الأنفاس. هنا لطمت وجهه ولادت وقاسما، أيوا ولدا.
ايش سوت هذه الام المفجوعه؟ هذه ام الشهيد قعدت يم ابنها قعدت قالت يمه من بطيب نومه نايم هاي ام قاسم نايم يمه من بطيب نومه يك وحر الشمس غير رسوم يا ريت يومي الله أكبر. هذه الأم المبجوعة مبجوعة سبحان الله، يعني أكبر مصيبة إذا ترى ولدها أمامها من قطع الأنفاس، إذا يقول لها خلاص هذا ابنك توفى إيش يصير لهذه الأم؟ تصوروا يوم كربلاء وهذا عندها الولد، إي نعم وجهه كقمر طالع، يقولون كفلقتي قمر، هكذا تنظر إلى ولدها تقول له يما يا قاسم يا قاسم دول ابني يا دول ابني دول ابني يا يما دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى يومك الحلوة يا شلون انساك وانسى يومك الحلوة لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل قضاء الحوائج وتعجيل في فرج الإمام الحجة نوجه قلوبنا هذه الساعة، أي نعم، ليلة الثامن من محرم، وبكرة إن شاء الله ليلة علي الأكبر سلام الله عليه. كل يشارك ويشجع الشباب على الحضور إن شاء الله. أيضا بكرة ليلة مهمة، بكرة إن شاء الله الإمام الحسين يحضر كما هذه الليلة أيضا حضر صلوات الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أصحاب الحوائج وصل صوتك إلى السماء. أما يجيب المضطر إذا دعاه يا كاشف السوء والبلاء يا الله يا أرحم الراحمين. سبع مرات عندنا في الروايات أنه إذا سبع مرات العبد يقول يا أرحم الراحمين يأتي النداء لبيك يا عبدي سبع مرات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دعاء مهم أريد أدعي أريد الهم الكل يشارك وأي مهم هذا أي نعم لظهور الإمام صلوات الله عليه. ما دام أكون كسار قلبه وتوجه خلنا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك
اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا على ملتهم، احشرنا في زمرتهم. اللهم بحق مولانا الإمام قاسم عليه السلام، بحق مولانا السيد قاسم عليه السلام، اشفي مرضانا. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك. ترى مرضى موصين اكو هواية مرضى عندهم أبل الشفاء. اي نعم، انتم ما شاء الله الحين قلبكم مكسور، دموع جارية، ادعوا الله لشفاء جميع المرضى. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم اجعل الصحة في أبداننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم وتقبل هذا المجلس المبارك بأحسن قبولك. لأمواتكم من مات على الإيمان، لا سيما خدمة الإمام الحسين، نبعث لهم الفاتحة مع الصلوات.